السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معانا النهارده المشي الفلاحي. طبعا انا عاملة فيديوهات كتيرة عن المشي الفلاحي، انا كنت عاملاه هفهمكم دلوقتي انا حطاه في الطشت ليه. طبعا الموبايل بتاعنا ماسكاه يعني بايديا، فراعوا بقى الموضوع ده. الصورة ممكن تنهز كده لان الموبايل بتاعي وقع كذا مرة وانا بصور في زيت ومية فانحرق، فلسه جاي بقى، فانا مش ايه الاستاند بياخده وينزل في الحاجة. المهم اسمعوني بقى، هنتكلم في الفيديو النهارده عن علاج المزازه والمراره بتاعت المشي. ناس كتير عمالين في تعليقات المشي الفلاحي تحت بيقولوا لي انت بتتكلمي كتير عن المراره ومزازه المشي وما قلتلهاش علاج. والله انا قلت وبديكوا بتفكروا ازاي، بس اوديكوا تفكير مفتوح بس ما فيش فايده والله. طبعا الكاميرا قريبه من المشي فلونه متغير، كل ما بعدتي كل ما لون المشي ايه عمل معاك. المشي بتاعنا كده لونه محمر شوية بس الإضاءة هي اللي مبوظاه شوية. طيب أولا المشي مر أو مزز ده طبيعي خالص وبتحصل وينفع تتعالج، ده ما فيهوش مشكلة. اللي ما بيتعالجش إيه بقى؟ المرارة بتاعت الترمس، مرارة قرش الليمون والبرتقال والحاجات دي. الحاجات دي قبل ما تضيفي حاجة على المشي كليها في فوقك الأول، لو استطعمتيها انت حرة حطها على المشي بتاعك. المشي عبارة عن قلبان، والبان مطهيه مش نيه، المشي ما بنحطش عليه حاجه نيه ابدا ابدا ابدا. طيب اولا 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 بلاش تحطي ترمس، بلاش تحطي ترمس. انت لو نزلت للتعليقات تحت هتلاقيهم كلهم بيقولوا لك حطينا ترمس وباظ، حطينا اشي برتقان وباظ. سيبك من الكلام، اليوتيوب بتوع اليوتيوب دول نصابين للاسف الشديد يعني. المهم اسمعوني بقى، نرتب افكارنا كده عشان الفيديو ايه ما يطولش مننا زياده عن اللزوم. انا حاطاه في طبق بلاستيك ليه؟ لان المشي طبعا، بصي المشي هنا بدا يفصل اهو اهو. المشي يا ست كل طبيعته يفصل، بيبقى نص ميه فوق ونص ميه ونص تقيل فوق ونص ميه تحت. طبعا بصي انا حاطاه في البرميل الكبير اللي جنبي ده، وده كله مليان مشي وانا مش عايزه الكميه دي. اولا البرميل بيبقى تقيل جدا 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 وانا بحركه، فانا خايفه ان هو ينفتح من تحت فده كله يروح على الارض. وكان عندي زلعه قبل كده والعيال لعبوا الكوره وخبطوها بيها وبوظوها، وكان عندي برطمان ازاز وبرده بوظوه. يعني ايه البرميل انا مضطره له، لكن هو مش احسن اختيار. الميه الكتير اللي تحتي اما المشي بيفصل منك في الزلعه، الزلعه فيها مسام فبتنضح الميه ديت فبتعادل المشي وتخليه يقدم بسرعه. لكن البرميل البرميل البلاستيك والازاز ما بينفعوش، وخاصه البلاستيك بيصهد على المشي وما بيخليهوش يصرف الميه الزياده اللي فيه، فهمتي؟ وبعدين المشي كل ما بتنزلي فيه جبنه كل لما بيكتر معاكي سبحان الله. المشي ده ديت فانا عملت ايه هفهمكم بقى يعني ايه الخطوات واحده واحده. انا طبعا بغلي المشي كل سنه. خلي بالك لو لسه هتجيبي الجبنه ما تغليش المشي النهارده تروحي ساقطه فيها الجبنه بكره، لانك اول ما تحطي في الجبنه هياخد طعم المشي، والمشي بيبقى طعمه متغير لسه بعد الغليه، لسه ما خدش راحته. فانت بتغليه الاول وتسيبيه اسبوع مثلا وبعدين تبداي تجيبي الجبنه، فاهمة الملاحظة دي؟ أنا المشي بتاعي بصي نظيف ما فيهوش لا سوسة ولا دود ولا أي حاجة. أول لما بلاقي فيه سوسة ولا دودة ولا أي حاجة بروح جايبة المنخل القديم، مصفى قديمة، أروح نخلاه. طيب كل لما يقابلني شوية سوس أو دود بعد ما أصفيهم وأشيل أروح كبة في الحوض وأفتح عليه المية. المشي ما بنحطش فيه أي حاجة نية أهو، ما بنحطش فيه أي حاجة نية، لا فلفل ولا خيار ولا اي حاجه فيها مي، ولا حتى انت حطيتي ايديكي فتروحي غسلاها وحطاها في المشي، لا لا خالص. الميه دي تعفلك المشي. والجبنه بتاعتك اهي، الجبنه انا سقطتها امبارح، لان الجبنه المفروض اللي بتسقطيها ديت ما تبقاش محجره، لو تنيتها لغايه ما سبتها تحجر بره تحطها في المشي تبقى محجره مهما كان المشي بتاعك حلو، فبيبقى نصها طري سنه فيها سن الطريين كده. انا بستغرب بقى، انا بحب اتفرج على اراء الناس التانيين، فانا طبعا مفيش حد ربنا، خلي بالك من النقطه دي. يعني انا كواحده اتعلمت من اللي حواليا وتعلمت من حاجات كتير عملتها غلط في المش، وسالت اللي حواليا ناس عاملين مشاريع مش
ففهموني هما بيعملوا ايه. اسال دي اسال، انا جربت كلام دي وجربت كلام دي، فانا هقول لك الخلاصه بتاعت ايه الحلو والوحش. اي حاجه نيه تنحط غلط. اللبن الرايب لما تضيفيه بيعمل لك مراره ومزازه، لان اللبن الرايب فيه شرش كتير وهو يعتبر ني. خلاص حلو الكلام. وعايزه تضيفي الشرش اللي بينزل من، طب انت تخيلي ان اللبن الرايب احنا بنجيبه ونحط عليه ميه مغليه ونعمل منه الجبنه ونشيل الشرش بتاعها ونسيبها في الملح تتصفى عشان ايه؟ عشان تدينا حته الجبنه اللي نسقطها دي. طب ازاي بقى احنا جبنا اللبن الرايب اللي هو اساس ده كله واحنا صفيناه هنا؟ ويقول لك هيخليه معسل. ما بيخليش معسل، ده بيمرر ويمزز. في فلاحه قالت لي ضيفيه هيتقله. طيب انا ضفته عليه فعمل لي تخمر وعمل لي ريحه وحشه ومراره ومزاز. حلو. طب انا اتقل ازاي؟ تتقلي معناه ان في ميه كتير، يا هتحطيه في زلعه في الشمس هيشيل لك الميه ويخلي لك لونه جميل، يا اما تغليه على النار. انا بغليه على النار بيديله تعقيم وتنظيف وتتقيل، وبصي حتى لو حطاه في برميل زي بتاعي ده بتسيطري عليه. خلاص. طيب واحده هتيجي تقول لي كثافه المشي ايه؟ قوام المشي انا ما اعرفش القوام ايه. بص القوام بتاعي ده، بص ده تقيل، ده تقيل، عايز يتخف كمان سنه وانا هوريك يتخف ازاي. طب لو انت عندك المشي ده وما فيهوش ميه تعمل اخفه بايه؟ عارفه لو انت تعرفي جبنه اسمها جبنه طارق بتنباع في المحلات دي، الشرش بتاعها تحفه، تغليه وتحطيه بعد ما يبرد. طيب ما عنديش جبنه طارق اعمل ايه؟ عارفه اللبن الحليب، اللبن هو اسمه لبن ما اسموش حليب، هو مذكور في القرآن لبن، فاحنا صح يعني اللبن مذكور في القرآن انه لبن، ما قالكيش حليب. عامه اللبن الجاموسي بخيره بقشطته هتجيبيه تغليه على النار شويه حلوين لغايه ما يبقى نص كميته، يعني لو 2 كيلو لبن جاموسي هتغليهم على النار لغايه ما يبقى يوصلوا على النار ان هم بقوا كيلو لبن او نص. حلو. وتغليها على النار بقشطته، ما تشيليش القشطه بتاعته، وبعد ما يبرد تضيفيه عليه على هيديكي طعم جميل ومسكر ويخفهولك. بص هقول لك حاجه، يعني المشي بتاعي ده ريحته جايبه لاخر الشقه، ريحته رهيب، كان الاول ريحته معفنه وريحته الريحه اللي انتوا عارفينها المعفنه دي، وكان لونه رصاصي، لونه دلوقتي مدي على رماني كده. فانا ظبطت، هو اي حاجه في المشي بتظبط. المش ده محلول ملحي مكون من الألبان، وبتقدري تظبطيه وبياخد وقت، والمشي بتاعك بيحلى وكل ما سقطت فيه الجبنة. ماشي. الجبنة دي أنا سقطتها امبارح، لأن أنا دي امبارح بس عشان المشي تقيل فمش باينة فيه، وعشان كده أنا سقطتها بسرعة، لأن أنا كنت جايبة الجبنة وحطها على الرخامة وبدأت تنشف، فعشان كده كنت عايزة ألحقها، والموبايل بتاعي كان بايظ فأنا كنت عايزة أصور معاكم. فايه وصلت لهذا الحل، يعني الوسط ان انا ايه اشيل الجبنه من هنا واحطها، اشيل المش. طيب بتجيب المش وتصفيه وتغليه على النار. خلاص انت شفتي تقل المش اهو، انت مش سامعه له صوت وبينزل. ده الطبقه اللي كانت فوق في المش، الطبقه الخفيفه لسه في البرميل هوريها لكم. قلت بدل ما اقعد اجيب الحله الالومنيا اللي في المطبخ كلها، اصل انا مش نضيف وبحط فيه شط على طول. بمناسبه الدود، اوعي اوعي تحط دنكار، واوعي تحط منتجات اللي بيقول لك قاتل الدود بتاع المشي والكلام ده، هيبوظ في المشي بتاعك. طب اعمل ايه؟ المشي هتصفيه، يبقى احنا شلنا البيض، شلنا الدود، شلنا السوس، شلنا اي حاجه ممكن تعمل لك بيض. حلو. هتروحي واخداها حطاها على النار غاليه كويس المشي بتاعك. طيب لو انا مشي تقيل انا مش عايزاه يخف، هتغليها على النار غلوه واحده، وبعد ما تشيليه من على النار وهو لسه سخن ممكن عادي هتروح حط عليه شطه ناشفه من عند العطار، او جايبه انت قرون شطه ومنشفاها عندك وطحناها عادي حطيها، ما تحطيش حاجه نيه خالص على المشي بتاعك. وحطي بابريكا، عايزه تحطي كركم، الاكل هيديكي طعم بس هيروح بالوقت يعني، لكن انا بشوف انه اضمن حاجه الشطه والبابريكا. انا ما بحبش احط اللي هم الصراحه، ما فيش انا بقى حيل ان انا كل شويه احط كركم وحلبه، اصل الجبنه طعمها اتغيرت، الجبنه بتمتص طعم المش، وانا ما بحبش وجع دماغي الصراحه. خلاص ده حاجه اوريكي بقى كده ايه واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. ولازم اهو البرميل بتاعك، ولازم تغطي البرميل بتاعك او الزلع او الحاجه تغطيها كويس عشان لا يتكون لا مش ولا سوس ولا دود ولا الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الشفاش اللي انا كنت بشيل بيها.
اهو عايزه اوريكي حاجه. شوفي يعني النص ده لغايه هنا كان التقيل اللي انا حطيته في الطشت، وده الخفيف. فانا كنت هقعد اخد البرميل كله اغليه على النار كتير قوي. شايفه مي، وانا مش عايزه الكميه دي كلها، لان طبعا الجبنه الساقطه بقت غاليه قوي 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 قوي، وده حرام يترمي، ده يعتبر مش راخر بس خفيف. فانا هعمل ايه بقى؟ انت لو عندك زلعه، الزلعه تنضح لك الزياده دي كلها. فانا هعمل ايه؟ هروح جايبه عندي الحله الالومنيا اهي، او لو عندك استانلس احلم الالومنيا، لان المش هياكل لك الالومنيا. فانا هجيب، انا عايزه الكميه دي نصها، دي نصها، وهضيف على دي، يعني هخلي دي النص اخف بيها دي بس، انا مش عايزه الكميه دي كلها. والمش بتاعك بيحلو، وطول ما انت بتضيفي فيه جبنه وتحط عليه حته قشطه، ممكن تجيبي مثلا كيلو قشطه، قشطه جاموس 2 كيلو 3 كيلو، وتروحي ايه حطاهم على النار ياخدوا غلوه واحده، وتروحي بعد ما يبردوا تضيفيهم، هيديكي طعم مسكر. تعملي مرت، تضيفي شويه عسل اسمر، العسل الاسمر بيديكي طعم حلو ويشيل المزازه ويشيل كل حاجه، بس الجبنه بتشربه. هتقولي لي طب هي الجبنه هيبقى طعمها يسود على طول؟ لا، بمرور الوقت الجبنه الطعم ده بيروح في المش وما بيبقاش موجود، بس انا بعرفك. ففي واحده جديده كانت بتقول لي ايه، انا هعمل مش بس ليه ما بيطلعش زي بتاعكم؟ بتاعنا يا حبيبتي ده بقاله معايا سنين وسنين، انا كنت عامله القناه القديمه كلها عن المش ده، سنين وسنين هيقعد معاه. وبعدين حسب جودة المواد اللي بتضيفيها، انا واحدة بضيف حتة قشطة، حتة زبدة، شوية لبن. في واحدة تيجي تقولك اغلي شرش مش عارفة ايه وضيفيه، حط مية، هاتي شطة واغليها في مية وحطيها. جودة المكونات اللي انت بتحطيها على المشي بتاعك يساعد على ان هو يقدم ويبقى حلو معاكي على طول. فاهمة النقطة دي؟ ماشي. نقول حاجة تانية حلو، انا واحدة بره مصر، او واحده في محافظه ما فيهاش فلاحين، وما عنديش مش، وما عنديش يعني مش عارفه اجيب خميره مش من عند حد، اعمل ايه؟ نزلت سوق، لقيت واحده بتبيع جبنه قديمه عجبتني قوي، ريحتها جابت في مناخيري ولونها وطعمها، راح اعمل فيها ايه؟ هتروحي جايبه منها كيلو 2 كيلو نص كيلو حته واحده مش مشكله خالص، وتروحي جايباها بالمصفه وبشرها هنا، او في الخلاط بشويه ميه من دهو او بشويه لبن، وتروحي ضربها في الخلاط وضيفها هنا. الطعم واللون والريحه بتاع الجبنه بتاعت اللي انت جبتها من السوق او من السوبر ماركت او واحده جارتك اديتها لك هيبقى هنا، هيبقى في طعم، هيبقى نفس الطعم بتاع ده. المشي بسم الله ما شاء الله طعمه جميل ما شاء الله. وما تستغنيش عنه في صيف في شتاء، حالتك الماديه ايه، هتجيبي حتتين جبنه قديمه وتعملي فطرتين على البوتاجاز، حتى مش في فرن فلاحي ولا حاجه، وتروحي عاملاه. وطبعا في الفيديوهات اللي تحت هتلاقي المش من الصفر. خلاص، طب شوفوا بقى معايا كده، معلش انا ماسكه الموبايل في ايدي لان الصراحه لسه مصلحاه، مش عايزين خسائر. بصوا بقى، بصوا بعمل ايه. انا قلت لكم المشي بتاعي مر ومز، صح؟ ماشي. عملت ايه؟ انا كنت عايزه اصور دي معاكم بس الايه الموبايل كان بايظ. رحت جايبه كيلو قشطه فلاحي جاموسي، ورحت مغليها على النار حلو لغايه ما طلعت مرت. عارفين دي مرت مكعببه كده؟ طب المرته دي بتنحط كده؟ لا، ما بتنحطش كده، المفروض بتنضرب بهاند بلندر او خلاط تنعم عشان تختلط بده. انت لو حطيتها كده في ديه بتنزل بتسقط تحت. خلاص، فانا هضرب. بعد ما المرته اتعملت، لو مش عارفه يعني ايه مرته راجعي الفيديوهات القديمه لو سمحتي، انت هتستفاد. المرته اتعملت وحمرتها على النار، حطيت شويه ملح صغيرين، وبعدين بعد ما طفيت عليها حطيت شطه ب10 جنيه شطه، ب20 جنيه شطه، زي ما انت عايزه، وبابريكا بس، وشويه عسل. اهو العسل، اهو العسل العسل هيديني تذكره حلو، اهو العسل هيديني ايه، تذكره حلوه للحاجه وطعم حلو، وهيروح بالوقت. مش عايزه تحطي عسل، ممكن تحطي مكانه شويه سكر، ما هو السكر منتج من منتجات العسل. خلاص خلاص، يلا بقى نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كانت طالبه مني الصواني انا اشتريتها اهي، وهعملها معاكي فيديو، بس معلش ايه الموبايل كان محروق. ثانيه واحده،
طب ودي واحده هتقولي هتضيفيها ازاي؟ هجيب شويه ميه شرشم اللي موجودين تحت ده اهو، احطهم على ده اهو، على دي كده اهي، واسخنهم على النار واضربهم في الخلاط او بالهاند بلندر واضيفهم على دي. خلاص كده بس. البابريكا هتديكي لون حلو، لون احمر وطعم مدخن وطعم مسكر. الجبنه بتطلع مقستك يا الفلاحه اللي عاملاها انحرقت منها، غابت في النار فبقت زي السفنجه دي واحد، او انت سبتيها كتير بره على الرخامه. لقيت فكره غريب كده منتشر على اليوتيوب، بيقول لك خدي الجبنه حطها في الفرن، ده انت بتحط بيها تحت السنين، دي هتعمل ايه ان شاء الله في المش. خلاص، فانت بتسيبيها بيبقى نصها ايه طاري شويه، دي حاجه. المش بتاعك لو تقيل قوي او خفيف قوي بيبقى ليه تاثير على الجبنه، بس مش كتير يعني. يعني ايه الجبنه الاساس؟ في واحده كانت بتقول الجبنه الجاموسي ولا الجبنه البقري. والله انا جربت الجبنه البقري لقيتها زي الزبده، بس صاحبتها عاملاها حلو الصراحه، يعني لقيتها حلوه بس استوت بسرعه قوي قوي. فصنعه الجبنه دي بتعتمد على اللي انت بتشتري منها، يعني انا بشتري جبنه من واحده الاقيها دابت في الزلعه وباشت، مش عشان المش وحش لا، عشان هي عملت الجبنه على البارد. بمعنى ايه؟ يعني انت بتنزلي السوق تلاقي الحريم كلهم او الفلاحين قاعدين بجبنه فرشين، تعالي يا ابله جبنه شرشي للزلع. حلو، يعني ايه جبنه شرش؟ يعني احنا جبنه حطيناها لك في ملح عشان تشيل الشرش بتاعها وتسقطيها على طول. انت مش عارفه هي عملتها ازاي، ممكن تكون جمعتها وخلاص، عملتها بشويه زبادي، فاول ما تسقطها في المش تروح باش. صح صح، العيب مش في المش ولا في الزلع ولا اي حاجه، صنعه الجبنه الزباله. هتعرفي منين؟ انك بتجربي واحده والتانيه والتالته لغايه ما ترسي على واحد، او تخلي حد يشتري لك من واحده بتعمل في البيت. انا ما بروح اتفق مع واحده بقول لها في واحده معينه كده دي اللي لقيت جبنتها حلو، قلت لها انا عايزه جبنه للمش، وهي ما عملتها ليش السنه دي، اللي عاملاها لي السنه دي مرات اخويا الصراحه، فان شاء الله تبقى حلوه باذن الله. لكن الست التانية ما عملتلناش جبنه السنه دي خالص. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شفت البتاع حتى الشفشه انكسر من لان بسم الله الرحمن الرحيم. بس عايزاكي بقى تخفيف خالص، ده انا هقعد اغلي فيه لغايه اما يبقى ايه يتقل معايا لونه. على فكره جميل، ريحته رهيبه يا عيال، يا نهار ابيض. لو عندك بقى استلس، لو عندك مش عارفه ايه، احسن. وعايزه اجيب ان شاء الله اشتري معاكم زلعه واعمل فيها احلى من البرميل. الزلعه احلى من البرميل، اه ماما بتحطيه. بقول لكم ايه، البتاع عم نشوفه بقى، التصوير الحي. يا نهار ابيض. طب بصوا بقى، هفضي الحاجات ونشيل الحاجات واجيبه لكم على النار. تعالى اطفي. نضفنا الحته يا بنات ما شاء الله، فاضل بقى الحاجات دي اغسلها بقى بكره، كان كميه مش كبيره خالص اهو. احنا خدنا هنا بسم الله ما شاء الله. تعالي بقى اوريكي، طبعا انا بالليل. بص يا ستي، بص اهي الحله كبيره خالص على البوتاجاز اهي، ومعليه عليه دي حله المونيا، وده غلط. انا كنت متوقعه ان هيبقى كميه الميه قليله فكنت هخلص بسرعه. طبعا انت تبتدي الموضوع ده بالنهار او لو هتسهري، بحيث انك ما بيتيش الحاجه في الالمونيا لو عندك او لو عندك استلس. يعني انا عندي حله تانية استلس اهي حاطه. خلاص ماشي. بصي بقى، شوفي بقى عامل زي ده، ميه اهو، ميه وده فاصل. فانا عايزه اخف اللي عندي ده. واحده هتقول لي ارميه، اقول لك ارميه ليه؟ ده فيه زبده وفيه سمنه وفي طعم المش كله. انا عايزه اخفف بس اللي عندي، كان ممكن اغليه كله بس انا غاليه المش بتاعي قريب، وانا سقطت فيه الجبنه اللي انا كنت عامله واخداها من يومين. ان شاء الله هجيب جبنه تانية واوريكم بقى نعملها ازاي. انت معاكي الموضوع سقطان الجبنه ده لغايه ما يبقى فيه برسيم في الارض، ورمضان كمان متهيألي، وممكن ترخص في رمضان شويه الجبنه.
الجبنه الساقطه انا جاي شاريها ب50 جنيه. يعني الساقطه ايه؟ يعني هي بتبقى مقلبها لك في ملح. طيب دلوقتي واحده ما عندهاش لا شطه ولا بابريكا ولا عندي عسل، انت بصي هنضيف شويه عسل حلو بعد ما ده كله يغلى، لان عندنا حلتين اهو على البوتاجاز، وكمان بعد ما يبقوا شويه صغيرين في الارضيه هجيب كمان حلتين، فان شاء الله على بكره الصبح ان شاء الله ربنا يحيينا يعني. فتقدري هنحط شويه عسل او تحط شويه سكر، العسل هيبقى احلى وشويه هيقضي لك على المراره وعلى الحاجات دي. الشفشق هيزحلق مني لان ملهوش ايد، ولان انا كل فتره بجيب قشطه فلاحي واحطها، فالحاجه بتبقى مدهننه او زبده، بس ببقى يعني خليتها تتعرض للنار شويه قبل ما تنزلها على البتاع. وساعات مثلا لما ابقى مسيحه سمنه فلاحي ولا حاجه اسيب شويه سمن حلوين في المرته، ده بيديك طعم جميل وريحه جميله جدا 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 للمشي. كان في حد سائلني قبل كده، واحدة سألاني بتقول لي لون المشي بتاعك حلو، بتوصلي قد ايه لغاية ما يبقى المشي كده؟ المشي ممكن تحط عليه شطة وبابريكا راحة جاي هيبقى لونه تحفة، بس المهم مع الـ مع مع الـ مع اللون الريحة والطعم. يعني اللون ده اللون بيوصل معاكي كده في خلال شهور صغيره خالص بتلاقي مش شكلونه حلو. عمال نحط بابريكا وشطه بابريكا وشطه بابريكا حمرا جدا، وانا رايحه جايه احط بابريكا وشطه، هتقولي لي المشي بيبقى مشطشط قوي، الجبنه تبقى مشطشطه قوي. اه طبعا بتبقى مشطشطه، بس بمرور الوقت الشطه بتاعتها بتروح صدقيني، يعني ما فيهاش مشكله خالص خلاص. فانا بقلل كميه المش. الصراحة المطبخ إزاز مكسور ساعات بينكسر، بحطه في الجنب بشده، خايفة ان هو مثلا يفرقع من تحت، اصله بلاستيك في الاول وفي الاخر. على ما ربنا يكرم وابقى اجيب سلعة واحطها بقى بعيد بقى يعني. وطبعا لما تيجي تغليه تتأكد ان ما يبقاش تكون مصفياه. انا لقيت جبنة فتحت الجبنة دي بقى هتبقى ايه، هصفيه بقى قبل ما احطه. تستفاد انت بالجبنه، كل حتت الجبنه اللي تلاقيها عندك في المشي بتاعك، شوفي ميه ازاي. انا مش عايزه كميه الميه دي كلها، انا هخلي المشي شويه تقال اللي هم محطوطين ورايا دول في الطش دول هخليهم اخف في سنه صغيره، فحجم المشي هيبقى للنص. وطبعا لو فيه زلعه جميله. طيب وانت كل سنه لما تيجي تحطي الجبنه بتروحي مصفياه ومغلياه زي ما احنا شايفين كده، حطيتي شويه عسل شويه الكلام ده كله يمشي معاكي، حطه قشطه معاكي، ما تحطيش حاجه نيه حتى لو قشطه، لازم تغليها على النار شويه، والمرته ما بتنضفش وهي مكتكته كده. ميه ميه ميه، انا مش عايزه الميه دي كلها. وهيتقل معايا ويبقى حلو. طبعا المشي طبيعته انه بيفصل ويدي ميه معاكي ما تقلقيش، وانا بعد ما هغليه وتقاله برضو هيدي ميه، مجرد ان انا هسقط الجبنه حطيت حته قشطه حطيت شويه حليب. انا بقى يعني طبعا القناه اللي قبل كده كانت مفتوحه على المشي الفلاحي، فايه ففي حاجات كتيره يعني انا جربتها. ما تحطيش اي حاجه نيه، لا خيار ولا فلفل ولا شطه نيه، ولا تغسلي ايدك وتحطي، ولا تغسلي اي حاجه وتحطي، لا ده كله بيديك اللون الرصاصي بقى، الريحه المعفنه، الحاجات دي بيبقى فيها ميه بتعف. حاولي تحطي بقى في حله كبيره زي دي، بلاش يعني كبيره وواسعه عشان يتبخر معاكي. طبعا متهيألي احنا دلوقتي على الساعه 11 تقريبا، عمر ما هي عمر ما هيتصفى ده كله دلوقتي، يعني هنكمل بإذن الله تعالى بكرة برضو. ريحته جميلة خالص ولونه تحفة 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 ما شاء الله. الستانلس اهي، طبعا الستانلس طلع لفوق كده وقلبي بقى معلقة خشب عشان الحاجة ما تنحرقش تحت، ولازم يبقى مصفى المصفى لو في حته جبنه تشيليها. ريحته جميله، الريحه المعفنه دي بتبقى طالعه من اللي حطيت خيار مخلي الميه. كان في واحده بتقول لي الجبنه بتاعتي بتفور في المش، الجبنه فيها نسبه شرش كبيره لما انت حطيتها في المش، فالمش على ما يتفاعل معاه فبتفوره،
واحده قالت لي بعد ما بصت الجبنه في المشي بيمر، لان الجبنه بيبقى فيها نسبه شرش فطبيعي انه يمر، فهنضيف زي ما احنا قلنا شويه مرته حلوين تطحنيهم، حته قشطه تغليها على النار وتضربيها في الخلاط وتحطيها، حته سمنه فلاحي حلوه كده. هتقولي لي لما اضيف سمنه ولا قشطه المشي مش هيبقى مدهنين؟ هيبقى مدهنين عادي، بس السمنه بتاعتك حلو. وبعدين المشي بيتقبل اي حاجه بتنحط فيه وبيقدم معاكي، والمشي بيزيد. فاي واحده عايزه تبتدي مش هتعملي مشروع، ابتدي مشي زي ما قلت لك شويه صغيرين. ما عندكيش خميره هتحط الجبنه من اي حد سوق، وفرميها في الخلاط بشويه حليب بشويه، بس يبقى مغلي. لو حطيتي اي حاجه نيه ما تعرضتش للنار يعمل لك عفن ومراره ودود وسوس كده. هيبدا يغلي بقى ونشوف. اقفل بس كده. المشي بتاعنا اهو ده بعدها بيومين. بمعنى ايه؟ يعني انا غليت، كنت حاطه في حله المونيا وحله استانلس، والحله الاستانلس بدا يوصل شويه وده خف شويه، فرحت ضافهم على بعض لان كنت عايزه الحله الاستانلس. خلاص شوفي بقى، انا عايزه اوريكي حاجه انا ما رضيتش افكها لما تشوفي معايا. بصي يا ست الكل، بصي بصي بصي، اللي فوق ده سمنه بلدي، الحتت الجامده دي لاني راحه جايه احط حته سمنه بلدي، حته قشطه لما بعمل شويه مرته بسيب فيها حته سمنه بلدي، فهماني؟ فهو بتكثف معايا، وطبعا الجو فيه برد فايه، فمديني السمنه اهو. طيب شوفي بقى عامل ازاي. هتقولي لي هو لونه غمقي ليه كده؟ احنا كثفناه، ده كان حلتين كبار، فده لونه غمقي معانا بالطريقه دي عشان اولا هو مليان شطه وبابريكا، وانا كنت بضيف الشطه والبابريكا كده من فوق من غير غليه ومن غير اي حاجه خالص. فطبعا الحاجه لما بتغلي على النار الشطه بقى طعمها بينزل ولونها بينزل، هنا البابريكا برضو لونها بينزل، وده مش هيخلي لونها يغمق ولونها جميل خالص اهو زي ما انتم شايفين اهو. ديت بقت تقيله معايا خالص اهو، ودي وهي برد. ما تحكميش على حاجه وهي لسه سخنه وتقولي تقلت، استني لما تبرد. المشي كده كده بيبقى فيه نسبه ميه فهينزل لي. شوفي اهو، يعني هو تقيل من فوق وبرده لما تعمليه من تحت هتلاقيه خفيف معاك. اللون بتاعنا ده رمان غامق كده، زي الرمان غامق كده، فده انا هدفيه بس عشان اسيح السمنه بتاعته واحطه على المشي بتاعنا كده. طبعا بصي بقى، بمناسبه الكلام هيجيب كلام، لو حطيت الجبنه القريش بتاعتك في حاجه زي دي مش زي ده هتبقى تخينه جدا ومحتته معاكي وناشفه، غير عيوب الجبنه اللي احنا قلنا عليه. ليه بقى؟ لان ما فيهاش سوائل تمشي فيه. فاحنا عايزين، بصي احنا عايزين المشي بتاعنا يبقى ازاي؟ يبقى الخفيه اللي في الجنب دي كده خفيف، يعني لا تقيل قوي 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 ولا ميه خلاص. وبرده احنا راعينا ان احنا نجيب الجبنه من مكان مضمون، تروحي تقولي لها عايزاها للمش عشان تبقى حاطه عليها ميه مغليه وما تفكش منك. الجبنه القريش حلوه صنعه، ساعات الجبنه بتاعتك بتبقى مره او مززه، الفلاحه اللي عاملاها سابت اللبن يحمض عندها او غاب عندها، فراحت ايه جبنه تاكليها تلاقيها مززه وتمزز لك المش، فكله بيجيب بعضه، الجبنه وحشه اللي تبوظ، المشي وحش يبوظ، المشي بتاعك ممكن يكون جميل جدا جدا بس الجبنه سيئه جدا جدا فيبوظ، فاهماني؟ دي بقى انا هضيفها بقى دلوقتي، خليها بس تسخن عشان السمنه الفلاحي دي. هتقولي لي السمنه الفلاحي دي ليه؟ دي السمنه الفلاحي والمرته هم اساس المش، وحته القشطه اساس المش. ما تضيفيش لبن رايب، ما تضيفيش اي حاجه ما انغليتش. اللبن الرايب عايزه تضيفي مكانه تضيفي اسمها قشطه، وغليها على النار، تضيفي حته سمنه فلاح. هتقولي لي القشطه المشي ما يبقاش مدهنن؟ دهنانه خفيفه ما بيبانش في الجبنه، بس المشي مثلا يعني انا بتاعتي كانك مبخراها بريحه المش، وطول الليل العيال عمالين يعملوا لنا بقى فطير مشلتت مع شويه المش دول، ريحة المشي جميلة. ريحة العفانة بقى بتاعت المشي لما تضيفي خضار، لما تضيفي جبنة مش نضيفة كده يعني. طبعا القناة عندي مليانة فيديوهات، بسم الله ما شاء الله انتم ما بتسمعوش، انتم بتكتبوا لي التعليق بس. هنيجي بقى نضيف دي، بس هدفيه، بس ادفيه. وطبعا في غلطة انا عملتها انت تتجنبي، انا كنت فاكرة ان المشي فاضي خالص فكنت بفضيه بقلب جامد، لقيت بقى بعد ما غليته كده لقيت فيه حتت بشر جبنة، دي كتلت ومسكت من الحراره لانه بقاله كام ساعه على النار،
فانتي حطيه في منخل وصفيه. انا المشي بتاعي نضيف لاني بصفيه على طول، ما بسيبش فرصه لسوسه ولا دوده ولا الكلام الفاضي ده كله. فانا كنت بحسب ان هو عامل ما فيهوش. الجبنه ديت تاخديها بالمنخل تبشريها كده، هينزل لك في المش، يتقل لك المش، يقدمه لك ويبقى طعمه احلى. خلاص، الناس اللي بتبشر جبنه قريش في المش، الجبنه القريش بيضه مش مستويه، هتخلي لك المش بتاعك يمرر ويمزز ولونه يبيض. انا ما اعرفش انتوا دماغكم فين الصراحه. واي واحده بتاعت يوتيوب كلامها مش مقنع ما تمشيش وراها، ودوري كده على كذا واحده كذا واحده كذا واحده قبل ما تتدبس، وبلاش اسمه الترمس. خلاص، نحط بقى المشي ده على التاني. فاضل معانا اخر بقى كميه اهي. طبعا انا ما بقرب من المشي، لونه بيتغير اما ببعد لونه بيبان عشان الاضاءه بس. طب ده هو هوريكم اللي احنا عملناه دلوقتي. في المرحله بقى عايزه اسكر شويه، هتحط عصر اسمر، هتحط شويه سكر كده اهو ويغلوا معاه. خلي بالك من الكميه اللي بتحطيها، انا عندي مشي كتير فبحط على اخر شويه وخلاص يغلوا معاهم طول الغلوه كده. خلاص، تيجي نشوف بقى. هو هقلبه واخليه يتقل زي بتاع المره اللي فاتت بالظبط اهو. ده بسم الله ما شاء الله. بص انا لما بقرب كده اللون بيروح، لما ببعد لون المشي بيبان. ده لونه الاصلي، ويعني ايه يعني فتح عندي شويه هنا في الكاميرا، بس هو اصلا اللون الاصلي غامق وريحته جميله. ودي الجبنه، حته الجبنه لان البرميل كبير ما شاء الله، فلقيت حته الجبنه مسقطه تحت وفضيت ده، مش انا كنت مفضيه التقيل هنا والخفيف كنت بفضي هنا وبعمل في الحلل عندي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. استني بقى، حته الجبنه اللي طالعه منه اهي جميله ودايبه وريحتها جميل. طبعا انا شرحت لكم باستفاضه ان الجبنه من اساس ما هي لبن رايب لغايه ما نحطها في المش بتبقى عامله ازاي. طبعا اللبن رايب، شوفي وانا بحط هتلاقي في سرد ميه برضه، لان المش اساسه مال يعني محلول، فاحنا مهما تقلناه هتلاقيه بيسرد ميه. وانا حاولت اقلل كميته شويه يبقى كثيف شويه، بس برضو لقيته تقيل. طبعا اساس، شوفي تحس ان هو زي الكريمه مضروب كده، لازم تصفيه بمنخل او بمصفه وتشيلي الدود والصوص اللي بيطلع ترميه في الحوض، وما يبقاش ايديكي مبلوله ميه ولا اي حاجه. ما يعني انا مش هشطف الحاجات دي بالميه احطها في المش، خلاص كده خلصنا. تعمل ايه؟ فهغلي اللي ورايا ده واخليه يبقى تقيل خالص برضو واحطه. طبعا كميه البرميل كبيره فواخد مش كتير، في الجبنه بتلاقيها مسقطه تحت ما شاء الله يعني. فموضوع العسل، طب انا في فيديو قديم كنت قايله على العسل الاسمر ما تحطيش عسل اسمر. ليه؟ لان ما بحطه مع الجبنه وهتيجي تستخدمي الجبنه بتلاقي الجبنه شاربه عسل اسمر، ما بيبقاش طعمها وحش ولا حاجه، بس يعني انا احطه في بدايه تخليل الجبنه او تعتيق الجبنه احسن، هيدي وياخد مع المش. في ناس بقى سليف فلاحين غشاشين قوي بيعملوا بقى، بياخدوا لك يحطوا لك عسل على المش والجبنه لونها يتغير يبقى بني، فتقول لك ده الجبنه قديمه خالص والمش قديم. ده بيبقى غش، انت لازم تدوقي الجبنه بتاعتك كويس وتحطها بين ايديكي كده تلاقيها ايه كريمه كده. خلاص اهو. فانا كده ما شاء الله معلومات المش هحطها لكم في الفيديو كامله كامله كامله، اتمنى ان انتوا تتفرجوا عليها وتستفيدوا بيها. وطبيعي ان المش بيفصل مهما انا تقلته، برده فيه ميه طالعه في الجنب اهو. انصحك بالزلعه طبعا، البرميل ده مش صحي، بس ده كان الاختيار اللي قدامي يعني، لان الزلعه بتتكسر وعايزه مكان. فانا اصلا ان شاء الله باذن الله احاول اجيب زلعه كبيره حلوه كده. والمش عايزه تعملي مش في بيتك، ابتدي بشويه صغيرين خالص خالص خالص، او اشتري جبنه قديمه حلوه من سوبر ماركت من فلاح، هيبقى طعمها حلو وريحتها حلوه ولونها غامق. خلي بالك من النقطه دي، ما تجيبيش جبنه قريش بيضه تعمليها، وتروحي فرماها مع لبن بقشطته، لبن جاموسي يكون اتغلى وبردتيه، وده هيبقى بدايه المشي معاكي. وحط شويه مرطه مره، شويه قشطه مره، هتلاقي معاكي كل ما سقطت في المش جبنه كل ما عتق معاكي وبقى طعمه بقى حلو وريحته حلوه وبيزيد. انا ما كنتش عامله المش ده كله، بس تحس انه بيولد ما شاء الله يعني. وبتبيعي منه بقى المش كل ما يقدم معاكي والناس عرفتك هتشتري منك، والمش يقدم معاكي والجبنه تقدم معاكي. عندنا في ناس بتبيع الجبنه القديمه من 65 ل 100 حسب تعتيق الجبنه، حسب درجه ادمها قدامها يعني، ان هي قديمه يعني. ريحه المش ما شاء الله رهيبه،
يعني اول ما اشم ريحه المش والجبنه افتكر الفطر مشلتت على طول. نعمل فطر ان شاء الله باذن الله المره الجايه مع بعض. متنساش تحط اللايك وتشتركي معايا في الفيديو. عندنا طبعا ايقونه شكرا جنب اللايك والديسلايك، اتمنى تدعميني منها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.